بس انا اخترت ان الحلم او الامنيه دول يبقوا معاك انت. بس انا لسه ما اخترتش. دارين جالها عريس. انت لازم تمشي الكلب يعني مش من اول الجواز دلوقتي. رابية، انا كنت اتمنى انك تبصي لي وتبصي على علاقتنا بشكل احسن من كده. جود لك وربنا يوفقك في حياتك. في وشوش كده حتى لو شفتيها ثانيه ما تقدريش تنسيها. انت مش فاهمه ان في حاجه بيني وبين ادهم؟ بس لو ادهم عرف يحسسني ان هو الراجل اللي يستاهلني فاكيد انا مش هفكر مرتين. اصلا لو عرف ان كان في حياتها رجاله كتير هيقفل منها. اكتر حاجه بحبها جدا هي السفر. انا عندي مشكله مع الطيران. دارين رفضت فكره الجواز بعد ما عرفت الحاله المرضيه اللي عندك تجاه موضوع الطيران. يبقى كده انا ما يلزمنيش. عيد ميلادي من تاني. فاتت سنة على أوحش سنة في حياتي، السنة اللي سابني فيها رامي وبعد منه أدهم. رامي سابني عشان الكلب، وأدهم سابني عشان مش عايز يسافر بالطيارة. صراحة يعني لحد دلوقتي مش مصدقة إن هم جوش على نفسهم علشان أسباب تافهة زي دي. المفروض إن أنا دارين البرنسس الحلوة بنت العيلة اللي مفيش زيها. في حاجة غلط. عدت عليا السنة ومن وقتها وأنا مش طايقة أبص في وش أي راجل. بس بصراحة يعني أنا لسه عايزة أتجوز. أنا غيرت الوش بتاعتي السنة دي. أولالا إيه؟ يعني ما غيرتهاش كلها بس غيرت التكنيك. تحفيني بقى، إيه هي بقى؟ بس أنا كل سنة زي ما أنت عارفة بتمنى إن أنا ألاقي حد يحبني وأتجوزه. السنة دي بقى اتمنيت إن أنا ألاقي حد أنا اللي أحبه وأتجوزه برضه. فهي كده بقى تظبط معاكي على طول. أنت مش عملتي الوش السنة دي وقابلتي عامر بعدها بشهر؟ هو فين عامر ده؟ معلش انا مش شايفاه. ما هو طار وسابني بسبب صحابه. ما كانش راجل عدل قوي يعني على فكره. انا بسكوتي بقى. وانت في حد بتشوفيه عدل اصلا؟ اه في، بس انا مش هتنازل بقى ان الراجل اللي يتجوزني لازم يكون يستاهلني. يعني لو انا في كفه والدنيا كلها في كفه يختارني انا، ده اللي انا افهمه. بس كده بقى يعني لو امنيتك اتحققت السنه دي ها يبقى انت كده تفكيرك هيتغير صح؟ ما انا نفسي ده اللي يحصل يا رب، بس مش عارفه يحصل ازاي. بصي هي دي حاجه ملهاش طريقه معينه خالص يعني، بس هيحصل ايه لو انت اللي اخترتي الاول صح؟ يمكن لو انا اللي اخترت الاول حوافق ان انا اتنازل لو في حاجه ما عجبتنيش يعني نوعا ما قدام. بصي يا دينا، انا مش بحاول ادي نفسي اهميه او قيمه انا ما استحقهاش، بس انا بجد فجاه بلاقي نفسي مش عارفه اتنازل يعني، وهم كمان زي ما يكونوا ما صدقوا. لا هو الموضوع مش كده، بس هم عندهم كرامه زي اللي عندك بالظبط. خلينا نشوف لو انت اللي اخترتي الاول هيحصل ايه. انا حاسه انه هيبقى وضع مختلف. بس هو مين ولا فين ده اللي بنتكلم عنه؟ ايوه دينا جاهزه؟ خلاص يا هاني. لازم اساعدك. طب بقول لك ايه؟ اقفلي اقفلي هكلمك تاني. باي. مامي هو انت رايحه فين؟ رايحه الوزاره. هكون رايحه فين؟ هو انت غيرت طقم الحراسه بتاعك؟ اه ده غير. هو في ايه؟ ما تعطلنيش انا متاخره. مفيش حاجه، ما انا كمان انا خارجه. اوكي يبقى. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. مالك يا حبيبتي شوفي ليه؟ هو انت راجعه الساعه كام؟ على 6:30 7. هو في ايه؟ مفيش. جود لك. لاف يو. حرك حرك بره. ايه ده؟
هو ايه اللي انا بعمله ده؟ فوقي لنفسك، انت دارين البيع. لا بجد كوتش طارق ده حلو قوي يا دارين. ايوه بس مروش. ايوه يعني هو مهايبر شويه بس لذيذ ودمه خفيف كده. ايه ده؟ وبعدين انا قلت اصلا اول ما اقول لك ان هو يعني كده هيعجبك لان هو يور تايب. يعني لو على ماي تايب؟ اه. فهو موجود دلوقتي عندنا في البيت عشان هو ظابط الحراسه الجديد بتاع ماما. وات مين ده؟ بصي عارفه الافلام الامريكاني؟ yes. بتشوفي كده الراجل فيري فيري ماسكولين كده ولابس البتاع بتاعت الضباط دي الجلد دي اللي فيها الجنز اوكي وينزل من العربيه كده وواثق من نفسه كده فاهمه؟ واو سو كول. لا مش مصدقاكي انتي قمرتي تتكلمي عن حد كده بالطريقه دي. يعني ايه ده؟ في ايه؟ في ايه؟ موضوع التورته بتاع الويشز ده نجح ولا ايه؟ يعني ما انا معجبه بيه على فكره عادي يعني بس يعني ممكن يكون متجوز مصاحب عنده كلب اي دونت نو. معرفش انا مش مصدق ايه ده ليكون اللي احنا فكرنا فيه حصل. انت قريتي كتاب ذا سيكريت؟ ايوه طبعا قريته وحافظاه وكل حاجه. ايه ده؟ بصي انا لازم امشي الساعه 5. ايه ده؟ نعم ده من امتى ده؟ بصراحه اصل مامي هتريق كمان شويه وبصراحه عايزه الحقها هي والظابط عايزه اشوفه. مامي ايوه مامي والظابط. أيوة. اوكي يلا اي لاف يو. شكلها هتحلو يا دول. اتفضلي يا فندم. هاي حبيبتي. الحمد لله على السلامة يا مامي. الله يسلمك. هاي ازيك؟ هاي يا فندم ازي حضرتك؟ الحمد لله. طب اتفضل انت يا سيادة الرأي. بعد اذن عليك يا فندم. اتفضل. بعد اذنك يا فندم. اتفضل. ايه مالك؟ بتبصي على ايه؟ ها؟ ولا حاجة. هو مين ده؟ ده الرائد سيفي الفقي ظابط الحراسه الجديد. تسألي ليه؟ مش عارف اصل حاسه اني شفته قبل كده يعني بشبه. طب يلا ندخل. يلا يلا. كان يومك عامل ازاي؟ احكي لي. يلا جزمر. صباح النور يا فندم. بس بسرعة. احكيلك يا محمد بيه على اصعب ماموريه مريت بيها في حياتي. كنت لسه ياما في المباحث نازل اجيب عيال كده بتوع سلاح من ناحيه الفيوم حته كده قرب الفيوم بس مش فاكر هفتكرها لك دلوقتي. المهم دخلت المكان اكتشفت ان العيال متسلحه تسليح تقيل وهوب يا معلم سمعت شد الاجزاء تاك 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 والعيال اللي معايا لسه مستجده مش في الانجاز يعني بس انت عارف اخوك بقى في ضرب النار ما بيهزرش.
صباح الخير. صباح الخير يا فندم. عمري. أنا سمعتك بتتكلم إنك شاطر جدا في ضرب النار. أه يا فندم ده شغلي. أنا بطل رماية. الله، أصل أنا طول عمري نفسي أتعلم ضرب النار بصراحة. هايل يا فندم، ربنا يوفقك. طيب أنا لازم أستأذن دلوقتي عشان معالي الوزير على نزول. بعد إذن حضرتك. تقل دمك. دارين هنا؟ أيوه. أنا ليا واحد صاحبي إنما خطير بيدرب ضرب النار في نادي الصيد. يعني لو تحب أكلمه لك وأوصي عليك طبعا. لا لا ملوش لزوم، شكرا. أوامر يا فندم. ده مجنون ده ولا إيه؟ ولا أكنه شايفني. دارين يا حبيبتي، مش أي راجل في الدنيا دي كلها من أول مرة يشوفك كده هيعجب بيكي. أيوه بس أنا عملت فيرست أبروتش. يعني أنا عمري ما عملت كده في حياتي، عمري ما رحت اتكلمت مع حد كده دايركتلي، المفروض كان يبقى لطيف. طيب مش جايز مثلا أنتي مش الستايل بتاعه، ما بيحبش الشكل ده. آه ما تنسيش إنه بيشتغل مع طنط. هي دي. هي دي. على فكرة هو كان هيموت عليا، بس كان خايف من ماما. هيموت عليكي؟ طب على فكرة بقى. سيف هيحبني وهنتجوز خلال شهرين ثلاثة، بس أنتي هتساعديني. ماشي أساعدك وأشوف. عشان لازم اشوفه بعيد عن مامي وبابي، بعيد عن البيت. دي وش عايزه خطه. لا خطة؟ عايزه خطه. مش وقتك خالص الصراحة. الحمد لله. وبقى لك ازيك يا رامي؟ دارين ازيك عاملة ايه؟ تمام الحمد لله. ايه الأخبار؟ جود. لونج تايم. اه لا كان بقالي فترة كبيرة سبب كومباوند لسه راجع، كان عندي ظروف كده. الحمد لله على السلامة. على سلامتك. وايه جديد؟ لا في حاجات كتير حصلت، يعني دي كانت سنة وزيادة من ساعة آخر مرة شفتك. مظبوط. وأخبار الكلب ايه روميو؟ روميو كويس. خطيبتي بتحبه أوي. مبروك، أنت خطبت؟ اه خطبت. اه عقبالك. اه أنا كمان خطبت. ايه ده بجد سوري عشان ما شفتش الدبلة بس. اه ما هي قراية فاتحة يعني لسه هنلبس دبل. الله يبارك فيك. خطيبي ضابط حراسات. رائد سيف. انا خطيبتي هدى درويش لو تعرفيها. مش واخده بالي سوري. لا هي مذيعه معروفه قوي. اوكي. طيب انت ايه اللي موقفك كده؟ اصل العجله نايمه. طب انا غيره لك. لا بس اوكي ما هو سيف هيجي دلوقتي. اغيره لك لغايه ما يجي، ما هي المشكله مش يعني مش هتفضلي واقفه. لا مش مشكله بجد. لا والله مش مشكله خالص والله. صدقني اوكي هو هيجي دلوقتي. ثانك يو والله يعني ثانك يو. طيب اوكي. مساء الخير. مساء النور. الرائد سيف الفي. كابتن طيار رامي الوسيمي. اهلا وسهلا. العربيه فيها حاجه؟ العجله نايمه مش قلت لك؟ طيب استاذن انا بقى، انا كنت واقف عشان اساعد برضه. ميرسي يا رامي. ثانك يو. ثانك يو. الف مبروك. مبروك على الخطوبه. الله يبارك فيك. بس ثانيه واحده، خطوبه ايه ومبروك على ايه؟ مش فاهم حاجه. خطوبتنا يا سيف مالك. ثانك يو يا رامي بجد. باي. هو في ايه؟ انا مش فاهم حاجه. ولا حاجه، العيال نايمه محتاجه اغيرها. ثانك يو فور كومينج. لا عادي نصحها لك، بس انا ما بسالش عن كده. انا بسال عن موضوع ان انا خطيبك ده، يعني لو كان ممكن يعني. هي دي حاجه تضايقك؟ لا خالص، ده يشرفني ويسعدني كمان، بس للاسف دي مش حقيقه. يعني هبقى اشرح لك، مع ان انا متاكده انك مش فاضي تسمع كلام اي كلام يعني. بصي هو انا تقريبا اذكى من اللي شكله باين عليا، بفهم وبحس ومستوعب الوضع اللي احنا فيه. تقصد ايه؟ مش لازم تحرجيني لما اول مره اتكلم معاكي بشكل مكشوف بشكل حقيقي وتقولي لي اقصد ايه، مع اني فاهم كويس جدا ان انت فاهمه ان انا اقصد ايه. بصي انا غير، انا ما بقدرش اخبي انا حاسس بايه قدام ناس معينه ومهمه قوي. الله
ده انت طلعت بشر عادي زينا يعني وبتعرف تتكلم اهو. والله عادي، بني ادم زي كل الناس. بس معلش، ظروف شغلي بتحتم عليا تصرفات معينه، ما اقدرش اطلع براها. قصدك يعني ان انت ممنوع تتكلم معايا يعني؟ لا خالص، بس باي مناسبه يعني؟ صفتي ايه؟ يعني احنا ممكن نبقى اصدقاء. اصدقاء؟ يا ترى معالي الوزيره هتبقى مرتاحه لحاجه زي كده؟ معلش سوري، يعني مامي مالهاش علاقه بالناس اللي انا اختارهم يكونوا اصحابي على فكره، مش لازم استاذنها يعني. اكيد طبعا، بس انا وضعي غير مختلف. انا قائد الحراسه بتاعتها، انا غير. ف قبل بقى ما انده العسكري عشان اغير الكوتش، ممكن اعرف بقى موضوع ان انا خطيبك ده ايه؟ موضوع رامي ده ايه؟ مهتم تعرف قوي يعني؟ جدا. وقعد يسمع بقى بتركيز جامد جدا. ايوه، وانا متاكده ان لولا عربيه الدوريه دي كانت معاه كان فضل قاعد اكتر من كده. طيب ماشي ماشي، هكلمك تاني، باي. هاي مامي. ايه الاخبار؟ الحمد لله كله تمام. انا عايز اعرف انت ايه حكايتك؟ كل يوم بتنزلي معايا الصبح وتستنيني لما ارجع، وقال ايه النهارده عربيتك كاوتشها نام وسيف جه وصلحها لك. طب ايه المشكله يعني؟ انا اصلا مش مقتنع بحكايه ان كاوتشي نام دي، ده غير اني بلاقي في عينيكي لمعه اول ما بتشوفي سيف او حتى تيجي سيرته. بقول لك ايه؟ الكلام ده مش هينفع، ده قائد الحراسه بتاعي يعني شغلي. بصراحه يا مامي انا سيف عاجبني، يعني عاجبني قوي، وكمان انا واثقه جدا ان انا عاجباه وناويه اكمل. اه، يبقى انا من بكره الصبح هطلب نقله واستبداله بظابط تاني. ليه يا مامي تعملي كده ليه؟ ده بدل ما تفرحي لي. افرح لك بايه؟ بشويه جنان من بتوعك؟ على فكره بقى، ده اول راجل انا احس ان انا اللي مشدوده له، يعني انا اللي اعمل الفيرست ستيب، تخيلي يعني. طب افترضي بقى دلوقتي هو عايز يتقدم لي، هتعملي ايه؟ اهلا وسهلا، ما عنديش اي مشكله، بس بعد ما يكون ساب طعم الحراسه بتاعي. مامي مامي والنبي عشان خاطري، والنبي، عارفه انت لو عملتي كده والله العظيم هسيب لكم البيت وهمشي. والنبي عشان خاطري لو بتحبيني. خلاص خلاص مش هنقله، لكن مش عشاني، ده عشانه. كوني نطلب نقله دلوقتي ولسه ما فاتش اسبوعين يبقى اكيد باذيه. انت حبيبتي والله، اي لاف يو سو ماتش، ثانك يو. لكن انا بحذرك يا دارين، مش هقبل باي شيء يهز صورتي او مكانتي، فاهمه يا دارين؟ فاهمة؟ طب أنا هبوسك. أنت إيه اللي موترك دلوقتي؟ المفروض تكون مبسوط، مش بتقول إنها عاجباك؟ هي عاجباني بشكل، دي خطيرة. يا سلام. بس أنا في مليون حاجة موتراني دلوقتي. أولا أنا مش عارف هي بتبص لي إزاي يعني؟ شايفاني إزاي؟ مادام كانت مخطوبة قبل كده يبقى أكيد ما بتدورش على صحوبية مثلا. طب والوزيرة يا نصحة؟ أنا مش عارف لغاية دلوقتي رد فعلها هيكون إيه؟ ده ممكن تقلب الدنيا أصلا. بص بقى، أنت من أول ما شفت البنت دي وأنت هتموت وتكلمها، وهي اللي كلمتك وعملت فيلم مخصوص عشانك، يبقى البنت دي لو هي البنت اللي تدخل معاها في علاقة رسمي اسأل عليها، ولو تمام اتقدم لها على طول. لما الماضي يظهر في حياتك مرة تانية عشان يأكد لك إن الحاضر والمستقبل ممكن يكونوا أحلى وأجمل بكتير. يلا رجالة استعدوا بره، استعدوا.
ازيك يا كاترين هان؟ مبسوطة. يا رب دايما تبقى مبسوطة. بس اشمعنى يعني؟ عشان بكلمك في التليفون وعشان صوتك حلو. ده ايه الكلام الخطير ده؟ بس بصراحة انا مش عارف اقول لك ايه. ولا حاجة. على فكرة انا موجودة بالليل في الكلاب هاوس، يعني لو عايز تعدي تشرب معايا قهوة. خبر؟ طبعا ده شرف. ان شاء الله ان شاء الله. الارتباك اللي انا فيه ده على فكره غريب قوي، المفروض ان انا كبير عليه يعني. المهم انا فقدت كتير قوي قبل ما اجي، هل ده صح هل ده غلط؟ ما اعرفش. ليه وانت اول مره تتكلم مع بنت؟ لا اتكلمت طبعا، بس انا طول عمري ما كنتش بفكر ادخل اي علاقه، يعني لعب او هزار. تقدر تقولي ان انا مش مقتنع بفكره ان في صداقه بين راجل وست، فعشان كده يعني علاقتي كانت قليله قوي بالبنات. غير ان انا كنت في مدرسه بنين، اتخرجت منها على كليه الشرطه على طول، فيعني علاقتي مع البنات كلها كانت في الانجاز عشان كده. امال ازاي بتقول ان انت كنت بتتكلم مع بنات يعني؟ اتكلمت مع البنات دول اللي هم بيكلمونا في التليفون عشان الشقق وعشان الفلاتر والحاجات دي يعني. فلاتر؟ انا ما اعرفش بصراحه بيجيبوا تليفون منين. انا ما اعرفش. سيلز يعني تقصد؟ سيلز. طيب هو انت حبيت قبل كده؟ طبعا حبيت مره واحده في حياتي. اوكي. مره واحده وانا في ثانوي، بنت الجيران، بس كان بصراحه حب خطير قوي. واول ما رحت كليه الشرطه قعدت اول 45 يوم، رجعت لقيتها اتخطبت. نادله قوي بصراحه. لا 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 بصراحه، لا ما تظلمهاش، هي بس ما كانتش تعرف عشان انا ما كنتش قلت لها. وان سايدد لاف يعني. ايه انت ميح خالص في الانجليش؟ لا طبعا، انا بصي انا مش خطير في الانجليزي، بس يعني تقدري تقولي بفك الخط يعني. I can see, I will go. I go to school by bus. ايوه عارفاها طبعا. هايل I go to school by bus. ميرسي. ايه اللي يضحك في الموضوع؟ انت بتتريقي صح؟ اكيد بتريق. سوري بس يعني مش مشكلة يعني. طب خليني اسألك سؤال، هو انا لو ما كنتش اتكلمت معاك يعني انت كنت هتعمل حاجه؟ بصي انا خجول صحيح، انا ظابط طول الوقت بتعرض لمواقف صعبه، بس انا عندي حياء مع البنات. بس مش باين عليك انك كده خالص. لا في الحقيقه انا كده. اوكي. عشان كده دارين هنا انا مش هقدر اتكلم معاكي تاني الا بعد اذن معالي الوزيره وسياده المستشار. على فكره مش عشان شغلي، علشان مبادئي. يعني تقصد ان احنا مش هنتكلم خالص تاني يعني؟ لا طبعا، أنا بس عايز كلامنا يكون في إطار محترم، أقدر أتكلم معاكي من غير قلق ولا مشاكل، نتكلم زي ما إحنا عايزين يعني. بصي أنا اللي مش هرضاه لأختي مروة مش هرضاه عليكي، أنا صعيدي شوية. وأنا مش فاهمة أنت فهمت إيه بالظبط يعني. على فكرة يعني أنا مش بقول نتصاحب، لأن أنا لا عمري صاحبت ولا عمري هصاحب، تمام؟ على فكرة أنا ما قلتش كده ولا أقدر أقول كده، أنا بس بقول إن الصداقة بالبدل. أنا شايفة إنه كلام خلص لحد هنا وأنا لازم أروح، مع الإذن. طبعا نيلت الدنيا، حسستها انك معقد وقفل، ولو كانت معجبه بيك اصلا خلاص كده قفلت خالص. انا عارف ان انا مدب، عارف. طب ايه الحل دلوقتي؟ ايه العمل؟ ما هو برضه مش هينفع تكلمها فجأه وتقول لها انا اتغيرت بقيت باد بوي يلا نتقابل. يا سلام عليك يا سيف لما بتتصرف من دماغك. اهدي بس. بصي هي دارين مش بتاعت الصحوبيه والكلام الفاضي ده، هي بس عايزانا نبقى اصدقاء، بس انت عارفه ان انا ماليش في الكلام ده، بس في نفس الوقت مش عارف اعمل ايه، اتفضلي دبريني يا ستي. طب انا جات لي فكره. اتفضلي. كلمها وقول لها انك عايز تشوفها، بس هتجيب اختك معاك. ايوه، ما هو كده نبقى ضربنا عصفورين بحجر، منها صلحنا الموقف ومنها انا اتعرفت عليها، عشان لما تنيل الدنيا نضف انا وراك. حبيبي يا ميرو انت. امال انا بموت فيك ليه؟ حبيبي يا سيبو. يعني عايز اقول لك ان انا اول مره في حياتي اتشد لحد كده، ابقى احس ان انا اللي عايزه اكلمه، فاهمه؟ يعني دي عمرها ما حصلت. يا بنتي انت مش فاهمه، اول ما شافك رجع قال لي ايه؟ ده قال لي انا بحب. على طول كده؟ على طول. سيف ده اطيب بني ادم ممكن تقابليه في الدنيا، طيب قوي وامين كده. مش بقول لك كده عشان هو اخويا خالص، بس هو فعلا مش شبه الناس اللي انا بشوفهم دلوقتي، يعني اللي في قلبه على لسانه ملوش في اللف ولا الدوران. بصي خدي رقم تليفوني
وانا اقول لك اوله من اخره. لا لا تليفون ايه؟ انت تجيلي تقعدي معايا اعرفك على صاحبتي الانتين دينا ونقعد نرغي بقى براحتنا. موافقه جدا. انت فين كل ده؟ ايه الاخبار؟ تمام. هو انت على طول مشغول كده؟ ما هو انا مع معالي الوزيره، فطول ما هي بره البيت انا لازم اكون معاها. فاهمه حاجه؟ هحاول. يعني ما بتاخدش اجازات؟ ما بتسافرش يعني؟ لا ازاي بيسافر وبياخد اجازات وبني ادم طبيعي خالص؟ بالظبط كده زي ما قالت مروه، بني ادم طبيعي خالص. بس هي ليه؟ يعني من اول ما قعدنا وانت تليفون تليفون تليفون، يعني حساك ما قعدتش معانا اصلا، مش فاضي يعني خالص. ما انا قاعد عادي جدا اهو، مفيش مشاكل يعني، بني ادم طبيعي. بس هي عارفة ظروف شغلي، بس بتحتم عليا شوية حاجات كده بتاخد من وقت كتير. ايه بس هو لما بياخد اجازة بتبقى طويلة، مش كده ولا ايه يا سيف؟ هو للأسف مش قوي. لا قوي. لا هو قوي فعلا. مروة تقريبا فاكرة، انا بس بنسى شوية. قوي مش قوي. وكترت بينا المقابلات، وحبيت مروة قوي، حبيت حبها في أخوها وحبه هو فيها. بصراحة مع سيف اكتشفت قد إيه أنا كان حظي وحش إن أنا ما عنديش إخوات. ومع إن سيف ما بيعرفش يقول كلام حلو خالص، بس بصراحة عينيه كانت بتقول كل حاجة. إيه يا ريمان؟ قوم البسي الناس على وصول. استني يا رؤوف، بكلم دارين اختي. الو، ازيك يا دودو؟ وحشاني قوي. عندي ليكي خبر حلو، ان شاء الله المره دي تظبط. دارين جالها عريس. اهلا. مساء الخير. مساء الخير يا استاذ. الف مبروك. مساء الخير يا فندم. الف مبروك. اهلا وسهلا. الف مبروك. الله يبارك فيك. مبروك يا فندم. مبروك يا عروستنا. عقبالك. اتفضلوا 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 في الصالون. اتفضلوا. واتخطبنا. معالي الوزيره رفضت ان انا اتنقل، وقالت لست اللواء ان انا اكتر واحد تامن على نفسها معاه. انت ما تتخيليش الكلام ده اثر فيا قد ايه. اسمها طنط ناريمان. معالي الوزيرة دي بقى خلاص، هي خلاص بقت حماتك، يعني ما ينفعش تقولها معالي الوزيرة. معالي الوزيرة حماتي كل حاجة، بس هي يعني أنا مش متعود كده إن أنا أتكلم عنها بدون ألقاب، عارفة اللي هو بيقولوا عليها لساني ما يقطعنيش يعني. هو الأمر فاهم حاجة؟ بحاول. بص بقى، مامي واخدة إجازة طويلة، فأنا مش عايزة أقعد في البيت ولا ثانية، عايزاك تخرجني طول الوقت، ممكن؟ ده أنا عامل لك مفاجأة جامدة جدا النهاردة. إيه بقى؟ قول. عزمك على الغدا في نادي الشرطة. نادي الشرطة ايه بس؟ بقول لك عايز اخرج يعني. لا 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 لا، ايه ده؟ انت شكلك مستهونه بالغدا في نادي الشرطه. هو في ايه؟ انت عارفه يعني ايه غدا في نادي الشرطه؟ يعني هتاكلي احلى اسكالوب واحلى سباجيتي بولونيز. عارفه الاسكالوب في نادي الشرطه قد دراعك كده. لا لا، جربي بس، والله العظيم ما هتندمي. جربي، اسمعي كلامي. ماشي تمام، نادي الشرطه نادي الشرطه، بس بعد نادي الشرطه نروح سينما بقى او نسهر. تمام، نروح سينما. ماشي، انا ما نسهر. لا بص يا دارين، في حاجات كده عايزين نتفق انا وانتي عليها ونقلل منها شويه. مش فاهمه حاجات ايه يعني؟ زي صورك على الانستجرام والفيسبوك. امالها الصور يعني؟ مش عريانه يعني؟ انا ما قلتش عريانه، بس يعني بتكوني متزوقه كده وعلى سنجه 10. حته عيل من هنا ولا من هنا يبص على صورك يدخل يعمل زوم، انا ما استحملش الكلام ده، انا بغير عليك. اخوكي مطلع عيني يا مرو بجد يعني. بصي، اولا بغير جدا، ثانيا على طول عايز يقعد في البيت. يعني كل ما اقول له يلا نخرج يقول لي ما تخينا قاعدين في جنينه الفيلا، ولما يبقى الواد بقى الفتك اللي جامد قوي فاهمه الروش يعمل ايه؟ ياخدني فين؟ فين؟ نادي الشرطه. كل مره كل مره نروح ناكل اسكالوب، انا عايز اغير اماكن، انا زهقت. بص يا دارين، هو سيف تقليدي شويه، اتعب انت معاه حبتين وانت هتكسبي راجل مفيش اطيب منه في الدنيا. في حاجة تانية مضايقاكي؟ مش مضايقاني،
مخوفاني. حاسه ان هو مش مركز معايا، يعني لابسه ايه، مفيش كومبليمون، مكياجي، شعري، عارفه اكن انا يعني شفافه مثلا، يعني مش مهتمه بيا خالص. دي بسيطه، بسيطه قوي. انا هقول له يركز معاكي ومع تفاصيلك اكتر من كده. انت بتفتحي ستوريز رجاله؟ ايه السؤال الغريب ده؟ ايه الغريب في كده؟ مش فاهمه، محسس ان انا يعني بفتح اليوم الحمام. انا بشوف ستوري، يعني مش حاجه بعمل لايك بيعملوا لي لايك، عادي يعني، اتس ستوري. على فكره هو مش غريب ولا حاجه، الطبيعي ان انا ابقى مهتم ان انا اعرف خطيبتي مهتمه باخبار مين. دارين انا عارف الشباب دلوقتي بيفكروا ازاي، لما تفتحي ستوري حد كل مره بينزل حاجه ماشي، هيحس ان انت مهتمه بيه ومتابعيه. الواد بقى هيحس في نفسه ان هو الواد الخطير، ده ما يصحش. على فكره انا بفتح ستوريز ناس معرفهاش اساسا. طيب عشان انا بس ما بفهمش في الكلام ده، هو انت تعملي فولو لحد ما تعرفوش ليه؟ انا مش هقول لك هنوصل للستوريز بتاعته، بتعملي له فولو ليه من الاصل؟ عادي يعني، بعمل فولو لاي حد بيعجبني، يعني ممكن يكون ممثل بشوف افلامه اللي هتيجي، ممكن يكون حد بيصور اماكن كول عايزه اروحها، ممكن حد بيعمل ستوريز فاني بتضحكني كده يعني. طيب يا ريت نوقف الكلام ده، وهي راجل ما تعرفهوش شيليه من عندك. مش معقوله يا دارين كميه الرجاله اللي بتتابعيهم ويتابعوك دول، ماشي؟ تمام. اللي انت بتقوله ده اسمه غيره اوفر، وانا ما بعملش حاجه غلط، انا بعمل لايك، هما بيعملوا لي لايك، وده ملوش اي معنى غير انها اللايك. معلش بس عشان انا الموبايل بتاعي عربي، فلايك دي يعني اعجبني. مظبوط. فانت لما تعملي لايك لحد يعني معناه ان هو اعجبك، وهو لما يعمل لايك ليكي معناه ان انت عاجباه. انا بقى نظامي ايه في النص؟ يعني وضعي ايه؟ يعني ايه؟ تصلب خطيبتي عماله تقول اعجبني وهو اعجبني، انا ايه؟ يعني ايه اعجبني؟ ايه الجمله دي؟ مش فاهمه قصدك. يا ماما لو سمحت وقفي الحاجات دي، ماشي؟ وفي الانجاز. من فضلك. ولو ما خلصتوش؟ أكيد هزعل، هزعل أوي. هو إيه الموضوع يا سيف؟ أنا مش فاهمة. في الأول رافض إننا نسهر في كلوبس، تمام؟ تمام. ولما تبقى الواد الخطير اللي ما حصلتش بتخرجني في أماكن عجيبة مع ناس مش شبهي، وبعدين دلوقتي عاوزني أشيل صحابي من عندي. أنا مش هتقطع من العالم على فكرة عشان خاطر أرضيك. عالم، العالم ده هو أنا وإنتي. احنا بنتخطب عشان نتجوز، عشان يبقى العالم انا وانتي وبس، وعيلتك وعيلتي، ممكن دينا صاحبتك، يعني اقل الناس يبقوا حوالينا، مش هنرطرط احنا عند الناس. تمام. طب يا سيف، يعني بما اننا في مكان عام وانا ما بحبش اعلي صوتي لانه عيب، تمام، انا الكلام اللي انت بتقوله ده ما ينفعنيش، لانك واضح انك نسيت انت قاعد مع مين. أنا اسمي دارين البيالي، تمام؟ وأوعى تستغل حبي ليك بطريقة غلط، أوعى. وأنا لما أحبك وأغير عليكي، أغير على خطيبتي اللي هتبقى مراتي، كده أنا بستغل حبك ولا بحافظ عليه؟ رجعني البيت. لا طبعاً، أوفر وخنقة. ما تنساش إن أنت ما بتخرجهوش، ورافض ان هي تعمل اي اكتيفيتيز ثانيه من غيرك حتى. معلش، خليها تتحمل لغايه لما نعرف بعض اكتر ونتجوز، وثقتي فيها تزيد بالتدريج. مروه دارين بنت حلوه، وحلوه قوي كمان. لما بدخل عندها والاقيها منزله صوره، الاقي حته عيل ما يسواش بصله داخل يقول لها ايه القمر ده، حته عيل تاني يقول لها اوبا، واوبا بقى قبه ايه وقمر ايه حيوان منك ليه؟ ما بحبش اعمل مشاكل معاهم بس عشان خاطرها، بس انت عارفه ان المواضيع دي ما تنفعش معايا. لازم نراعي خصوصيات بعض واللايف ستايل بتاع كل واحد فينا، انت مش هتربيها من اول وجديد يا سيف. ما هو برضه البني ادم مش هياخد كل حاجه، يعني مش معقول تكون هتتجوز واحد حاططها في عينيه وبعشقها وبموت فيها، وفي نفس الوقت عايزه تحتفظ بحياتها القديمه لما كانت مش مخطوبه. الحب تضحية يا مروة، كل واحد لازم يراضي التاني على قد ما يقدر.
خير يا سيادة المستشار؟ في الحقيقة يا ابني بنتي حكت لي عن آخر خناقة حصلت بينكم، وقالت لي إن أنت بتطلب منها طلبات غريبة شوية. غريبة؟ غريبة إزاي يعني؟ يعني مرة قالت لي إنك قلت لها بتشوفي ستوريز مين؟ أنا في الحقيقة ما كنتش فاهم أنتوا بتتكلموا عن إيه بالظبط، لكن هي شرحت لي وفهمتني إن دي صور وفيديوهات للناس. طب ده سؤال. مش مشكلة يا عم. مش شايف يعني إن في مشكلة تستدعي ده. خلاص. لو فارق معاها قوي إنها تتفرج على الصور دي، تتفرج زي ما هي عايزة. هو في الواقع المشكلة مش كده برضه بالظبط. هي بتقول إنك أنت إنسان غيور، عندك حب التملك، ودارين بنتي مش كده خالص. دارين بنتي تحب تخرج، تسافر، تتفسح، تتعرف على ناس، تحب تعيش بحريتها يعني. بس أنا مش الراجل يا عم اللي يقبل على مراته إنها تبقى حرة في المطلق كده. أنا راجل بحط سقف وحدود أنا اللي بحددها، وأعتقد يعني إن مراتي لازم تقبل بيها. أنت فاهم غلط خالص يا سيف. ولو أنت نسيت أنا مين فأنا دارين البيان. عمر ما حد هيكسرني، وعمري ما هسمح لحد إنه يلغي شخصيتي أو يفرض علي أي حاجة. أنا أسفة جدا، مش هقدر أكمل. كان فرصة سيئة.
خلقين مش باينين وكتروا اللي تخاف منهم يا عالم من حيوصل في كتر عايشين حياة نعمة في منهم محدثين نعمة وغيرهم رضيوا بقللهم